جولة إخبارية جديدة من أونلايف. أهلا بحضراتكم. أهلا بك أحمد. أهلا بك نهى. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. هذه الجولة مع شأن سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث نتحول الآن مع حضراتكم لمتابعة الحملة الشعبية التي تنظم دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي ولترشحه لفترة رئاسية جديدة. هذه اللقطات التي نتابعها مع حضراتكم على الهواء مباشرة. فتح الحدود الغربية بيننا وبين ليبيا وتقسيم هذه البلاد ثم تقسيم مصر إلى دويلات صغيرة، وذلك سبب في مصلحة الكيان اليهودي. وجاء عبد الفتاح السيسي بعد هذا الفكر. جاء عبد الفتاح السيسي يحمل كفنه على ايه؟ ووراه جيش مصر العظيم وشرطته المحترمه العظيمه ليقف خلف هذا الشعب ويحمي هذا الشعب ويوقف النزيف الذي كان هدفه تغيير الهويه المصريه وتحقيق حلم اليهود والامريكان والأتراك لفناء الدولة المصرية تماما. وبعدها قيام الدولة العثمانية وهي اللي تسود الشرق الأوسط وباقي الدول تكون خلافات تابعة للدولة العثمانية. وبعدها لن يكون هناك مصر ولن يكون هناك شعب مصر. ثم جاء أمينة. يا جماعة يا ريت نسمع والله الكلام ده. انا اصريت امشي من الورق علشان التسلسل التاريخي للمؤامرة لازم نعرفها ولازم نعرف احنا كنا فين وبقينا فين والراجل ده بيعمل ايه دلوقتي وبقينا ايه لسه ما اتعملش. فجاء عبد الفتاح السيسي مينا موحد الدولة المصرية واتفق عليه الشعب المصري كله يوم 30/6 واعطينا انذار للامريكان بعدم الاقتراب، فان مصر ليست كاي دوله. وفعلا هم فوجئوا بالشعب المصري كله فقالوا ان هناك حرب، لو عملنا حرب هنعمل حرب ضد الشعب المصري. ثم بعد ذلك فعلا اصدروا اوامرهم للجيش السادس للاسطول السادس الامريكي وتحرك ناحيه البحر المتوسط، ولكنهم ادركوا انهم لو اختاروا الخيار العسكري سوف يكون حربا على دوله حربا على شعب، فتراجعوا وخشوا من الدوله المصريه. ثم تم انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للفتره الاولى وقائدا لسفينه الدوله المصريه 3 سنوات وبعض الشهور. وبدا هذا القائد العظيم ملحمه الفداء والحرب وملحمة البناء. ما هو لازم نمشي في الاثنين، ملحمة حماية الوطن وملحمة بناء الوطن. ضروري مرتكزا على شعب عظيم وعريق وقوي يعلم ان مصر لن تحمى ولن تبنى ولن تحيا الا بالعمل والجهد والعرق والاخلاص والتضامن والتماسك والتراحم. هو ده اللي هم مصر، والاخلاص والشجاعة والوفاء والحب. ان مصر لن تحيا الا بالواقع لا الشعارات. انا مش عايز شعارات، مش عايز ادوار كاذبة واهية. انا عايز لما ادوق ده اطلع مية. هو ده الدنيا بتجري من حوالينا، التصوير والكلام الاوطى والله ما هينفع. هو ده ان مصر لن تحيا الا بالعمل والجهد. ان مصر لن تحيا الا بحب الوطن والانتماء. وتحيا مصر كمان بمين؟ مين يقول لي مصر هتحيا باولادها الذين يقدموا ارواحهم فداء لنا جميعا ويهبوا لنا الحياه حتى نعيش احنا؟ 100 مليون مصري يعيشوا اولادنا اللي دفعوا حياتهم عشان احنا كلنا نعيش بامان. مصر لن تحيا الا بيهم. هناك مجموعه عناصر لازم نعملها، واجب علينا لازم نعمل الكلام ده، والا لن تحيا مصر ولن تبقى مصر. ومصر لن تحيا ايضا الا بمعركه البناء. يلا بينا، يلا نشمر ايدينا، يلا نشتغل ونتسلح بالعلم هو الاساس الحقيقي للبناء. ثم بعد ذلك بدأ
السيسي مسارين، يا دول تبني ويا دول تحمل الحشاء، يا دول تبني ويا دول للفداء، يا دول للدفاع لحرب شديدة شرسة يقودها الجيش والشرطة، حرب عزة وكرامة وشرف. هذا الجيش العظيم وشرطته يخوض حرب تعتبر وساما على صدورنا جميعا، نحن الشعب المصري، ونحن نبذل كل يوم اولاد وارواح عشرات ومئات من شبابنا، بدأوا حياتهم دفاعا عن حياة 100 مليون مصري. ثم بعد ذلك استراتيجية البناء، يد البناء هي ده، محدش هيجي ياخد بيدينا، محدش هيجي تعالى، محدش هيجي يدينا الحياة الكريمة احنا. فهناك استراتيجية بناء قوية وعظيمة تتم وفقا لاستراتيجية محدودة معروفة، ومعروف فيها البداية والنهاية. ملحمة النهضة والبناء والتعمير بواسطة شعب عظيم يبني نفسه ولا يقهر ويثبت، ولا بد ان نثبت العالم مجددا. زمان محمد علي خد المصريين واحتل اوروبا بقوة، وبنى الصناعة والزراعة والري والجيش والبحرية والشرطة، اسس دولة محترمة وغزينا بيها العالم. اذا المصري لما يتعلم كويس ونحطه احنا في دور كويس هيسود العالم كله. طب عملوا ايه الناس دي؟ هقول لك بعض الامثله من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم في فتره قصيره لا تتعدى 3 سنوات. حفرنا قناه السويس الجديده بزمن قياسي، شيدنا 13 مدينه، انجزنا 7540 متر شبكه طرق، عملنا 740 كوبري املاك، حفرنا 4 انفاق في سينا حتى نربط الوادي بسينا، استثمارات الكهرباء والطاقه، احنا كان عندنا عجز 6 ميجا وات، 6 ميجا وات عجز، بقى دلوقتي عندنا وصل 3 ميجا وات، عملنا 3 محطات كهربائيه عملاقه، الالمان عملوا محطه واحنا المصريين عملنا 2 تحت اشرافهم. المصري قادر، والله قادر، قادر على بناء الوطن. وشروط الصرف الصحي عملنا كان 7% اول ما السيسي مسك، النهارده وصلنا 50% من مشروعات الصرف الصحي. تعالى انا عايز ميه حضرتك، ميه تمام. عملنا استصلحنا 1.5 مليون فدان، موضوع تاني هام جدا هو موضوع الغاز، البترول. البترول ده يا جماعه هو حدوته المصريه، حدوته المصريه بكل المقاييس. جميع علماء الفحر والبحث في المياه العميقه قالوا ان احنا عشان نفحر على حقل زور قدامنا 8 سنين، المصريين فحروا وطلعوا المنتج في 2.5 سنين. هو ده الاعجاز، هو ده العبقريه اللي موجوده في الشخصيه المصريه، هو ده التحدي اللي موجود في الشخصيه المصريه. اذا فنحن قادرون، نحن قادرون يا مصريين. تمام، عملنا نظام تعليم جديد محترم علشان ننهض بالبشر فكرا وسلوكا واسلوبا واسلوب حياه. عملنا نظام تعليم صحي. اذا احنا قادرين. في الاقتصاد المصري لابد ان يتغير فلسفته واستراتيجيته. احنا عندنا هنا علماء في الاقتصاد. الاقتصاد المصري لابد ان يكون اقتصاد سليم لا يبنى على الدعم ولا على التضخم. الاقتصاد المصري لا يكمن يكون فيه ثقوب وتشوهات. الاقتصاد المصري لا يبنى على الانتاج والتصدير ويكون اكثر من الاستهلاك والاستيراد. ان اصلاح الاقتصاد المصري هو مفتاح كل شيء. هو ليس كلام ولا نظريات ولا معادلات رياضيه، ولكن هو مشروعات قوميه متكامله في كل المجالات، وجذب الاستثمار والاموال، وتهيئ مداخل جيد، وحوادث استثمار عشان نشجع المستثمر يجي. في الاخر
وهيطلع انتاج. عايز ايه عشان نشتغل؟ عايز طاقه، عايز طرق، عايز قوانين، عايز حافظ استثمار. كل دي عناصر هامه لجذب رؤوس الاموال عشان نشتغل وننتج وتدور حاجه الانتاج، ويصب ذلك في الدخل القومي المصري. يا جماعه الحقيقه كل ده مين مفتاحه؟ هو الشعب المصري. يعني ايه الشعب المصري؟ طب في قائدنا هو عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي هو مفتاح كل هذا الانجاز، كل هذا الانتاج، كل هذا الزخم. هو القائد السفينه الحقيقي، هو المحرك لهذا الانجاز العظيم. اذا ان المصريين الفتره اللي جايه احنا عندنا واجب. ايه هو الواجب؟ الواجب ان احنا هنطلع نختار قائدنا بارادتنا بعد تبحيث وعلم بضروره واهميه وضروره المرحله القادمه وضروره الدور اللي يقوم به الشعب المصري. وبنقول للعالم رساله قويه جدا، لا تقترب من مصر، ان اراده المصريين وشعب مصر هو اللي هيختار. محدش هيقول له اختار مين، هو عارف يختار مين، وعارف ضروره وجود القائد الفتره القادمه، وعارف من هو الاصلح والافضل، وعارف من هو قائدنا القادم، هو عبد الفتاح السيسي. عايزين كلنا نطلع ونطلع اولادنا ونطلع حريمنا ستاتنا ونطلع نسائنا المحترمين الذين يمثلوا 40% النهارده من الاصوات الانتخابيه، سادات مصر المعظماء اللي كلهم دلوقتي وعي، وعي عظيم جدا جدا في اهميه دورهم في هذه المرحله. اذا بنقول ختاما ان مصر تمر بمرحله شديده الخطوره، مرحله اعاده بناء شامله منذ 30 يونيو تستهدف تحقيق تنميه اقتصاديه وسياسيه حقيقيه، وتعمل على القضاء على كل ما من شانه عرقله مسيرتها نحو المستقبل، والاصرار على مواجهه كل التحديات التي تعرقل الانطلاق سواء خارجيه وداخليه. فكانت خارجيه فان مصر تقود التحالف لمحاربه الارهاب الذي يعرقل مسيره التنميه ويقضي على جذور الارهاب والبيئه الحاضنه له. الداخليه اقتحام كل المشكلات الداخليه مهما تكن التكلفه، وكذا محاربه الفساد وتجديد الخطاب الديني. عندنا يا جماعه احنا عندنا مجموعه ازمات كتيره جدا. عايزين اقول لكم يعني ازاي عبد الفتاح السيسي تناول كل هذه المشاكل. ان الازمات والمشكلات لابد ان تواجه بصوره شامله، لان هناك ارتباطا وثيقا بينها. فلا يمكن الاقتراب مثلا من عالم السياسه بكل تناقضاته بعيدا عن الاقتصاد الذي يحرك كل شيء، ولا يمكن الحديث عن قضايا الدين بعيدا عن الظروف الاجتماعيه التي يمر بها الشعب المصري. هذا التداخل الشديد في ظروف المجتمعات يتطلب رؤيه شامله ومتداخله في الطرح والحلول والانجازات، وهذا ما فعله عبد الفتاح السيسي. تناول القضايا كلها، تناول الخريطه كلها، سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، ووضع حلول اطروحات الاول وحلول وانجازات. هذه هي العبقريه في المعادله الصعبه للدوله المصريه. حيث كان الطرح بكل القضايا مره واحده، وبحث عن حلول جذريه عاقله تتناسب مع الواقع وروح العصر الذي نعيش فيه. فنحن نواجه تحدي كبير لاقامه مجتمع اكثر رخاء واستقرارا وحريه، وكذا تجارب اصلاحيه عديده للنهوض بالبشر فكرا وسلوكا. وتشهد مصر الان انشاء دوله جديده وهي تفتح افاق تكنولوجيه جديده. انا بقول زي ما قال زميلي خالد نبش، احنا امامنا الفتره القادمه واجب مهم، واجب مهم، مش عشان نرد لعبد الفتاح السيسي، لا، عشان احنا محتاجين عبد الفتاح السيسي في الفتره القادمه. كل المشروعات وكل الانجازات وكل المواجهات التي قادها عبد الفتاح السيسي احنا نريد ان نستكملها، نريد ان نؤسس لها، نريد ان نؤسس هذه القلعه العظيمه من البناء المحترم الذي لن يستطيع اي احد ان يهدمه، الذي لن يستطيع
الإرادة الحقيقية لإرادة المصريين. فده يا مصر، ده يا مصر، ده يا مصر، كل سنة وانتم طيبين. خالص الشكر والتقدير لسيادة اللواء النائب هاني طري عباس. النهاردة 9 مارس عيد الشهيد، وعايز أوجه رسالة لأم كل شهيد وأقول لها يا أم الشهيدة لا تبكيه، فاليوم بدأ حياته، إن الشهيد يحيا يوم مماته. يرتقي شهداؤك يا مصر إلى العلياء ليكونوا شهداء على إرهاب لا دين له، وتقومين يا أم الدنيا بعد كل فاجعة لتعلني للعالم بكل فخر، هنا مقبرة الإرهاب، هنا مقبرة أدعياء الإسلام، هنا. ونتحول مشاهدينا لمؤتمر جماهيري آخر لحملة مواطن لدعم الرئيس السيسي لولاية ثانية، نتابع هذا المؤتمر. أجل اليونسكو ونركز من الآن فصاعدا على التعليم والثقافة والعلوم كوسائل لبناء السلام في عقول البشر ونشر السلام في ربوع الوطن، احترام التعددية الثقافية، احترام التعددية الدينية، احترام وسائل التعبير الثقافي. أنا بشوف أن أكبر مكسب خرجنا به هو مساندة الشباب والوعي بين المواطنين من مختلف فئات المجتمع ومختلف مستويات التعليم. كان هناك اهتمام شعبي كبير بوصول مصر لهذا المنصب. خلينا نحافظ على الاهتمام بهذه القضايا لأن مصر مهمة قوي. 100 مليون مواطن مصري، لو طبقنا هذه المبادئ في حياتنا اليومية سنكون أسعد حالا. سعادة سفير، سؤال من الأستاذة حبيبة معتز الدمرداش، هي بتمارس بطلة من رياضة الشراع، تقول لحضرتك أنه الفترة اللي جاية محتاجة دعم للأبطال والبطلات تحديدا، يعني حضرتك شايف انه ممكن يكون الدعم ليهم ازاي؟ يعني الحقيقه موجود الدعم الى حد كبير للابطال في الرياضه وبالذات الابطال الرياضه الفرديه، يعني انا ملاحظ انه في اهتمام كبير جدا برفع الاثقال بالاسكواش، ما اعرفش اذا كان موضوع اللي هي الشراع اللي هي بتلعبه ده نال فعلا اهتمام ولا لا، ولكن انا اعتقد انه السيد الاستاذ فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب وهو رئيس نادي سموحه في الاسكندريه، اعتقد انه هو ممكن يقدم كل الدعم لحضرتك، وانا مستعد ان انا اكون يعني وسيط بينكم ان انا اوصلك له، وانا متاكد ان هو لن يبخل بدعم فعلا بطله رياضيه، المهم ان انت تكوني بتحققي يعني انجازات. ولكن الدوله ايضا بتقوم بدور كبير، وزاره الشباب والرياضه، انا ادعوكم ان انتوا تروحوا تزوروا المركز الاولمبي في المعادي عشان تشوفوا مكان نفخر به كلنا كمصريين. ما كانش عندي فرصة ان انا اشوفه من قبل، ولكن عندما ذهبت اليه انبهرت بالمكان وبالشباب اللي موجود فيه، في روح هناك شبابية عظيمة وقدر كبير جدا من الاحترام من الشباب اللي بعضهم والبعض في جميع الالعاب، وبالتالي اعتقد ان هذا المجال او هذا المكان ممكن يكون فعلا مكان مناسب لرعاية الابطال الرياضيين، وانا متاكد ايضا ان وزير الشباب يعني لن يبخل على حضرتك، ومستعد برضه اكون انا يعني قناه الوصل ما بينك وما بينه ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه الاسئله كتير جدا يعني معالي السفيره. السيده فاطمه رضوان بتقول لحضرتك احنا محتاجين نبين اكتر عنصريه جماعه الاخوان الارهابيه والعالم كله يعرف قد ايه عنصريته. الحقيقة أنا عايزة أقول للعالم حاجة واحدة. العالم وبالذات الدول الغربية مهتمة جدا بحقوق الإنسان، وعاملة من هذا الملف قضية. مش عايزة أخش في تفاصيل
لكن مديها اهتمام كبير جدا. واحنا مصر، مصر من اولى الدول اللي وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان. مصر صدقت على جميع اتفاقيات حقوق الانسان، ومصر بتقدم تقارير دورية بانتظام لجميع لجان الامم المتحدة لحقوق الانسان عن كيفية تطبيقنا للالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها عند الانضمام لهذه الاتفاقيات. عايز اقول لهذه الدول حاجة واحدة بس، المرأة نصف المجتمع، ولا توجد ديمقراطية بدون احترام حقوق النصف الآخر من المجتمع. وإذا كانت المرأة تعامل كمواطن من الدرجة الثانية، وأنا يعني مش هنرجع بالزمن كتير، نرجع نبص على دستور 2012 في مصر وإزاي حط المرأة في هو سحيقة. أنا بدأت كلامي بإني فكرتكم كيف ضربت النساء وأهينت في ميدان التحرير يوم 8 مارس 2011. مفيش حد اعترض على ضرب النساء وطردها من ميدان التحرير، مفيش حد اعترض على دستور بيغبن النساء حقها. النهاردة احنا لأول مرة عندنا دستور بيعترف بالمساواة بين النساء والرجال. كل الدساتير السابقة على دستور 2014 كانت بتنص في المادة الثانية على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتيجي في المادة 11 الخاصة بالمرأة وتقول للنساء كذا 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 بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. يعني جميع المواطنين ليهم سقف للحقوق، والمرأة سقف حقوقها هنا. ما شفناش حد اعترض. فأنا بقول إنه السنة وشوية اللي حكمت فيها الجماعات أو التيار الإسلامي مصر، المرأة المصرية أهينت ومحدش اعترض من الناس اللي بتدعي انها مهتمة بحقوق الانسان. اول مشروع قانون قدم للبرلمان الذي كان يسيطر عليه اغلبية من تيار الاسلام السياسي، تقدم يلغي سن الادنى للزواج. وشفنا على شاشات التلفزيون من يدعو لزواج الاطفال ويقول ما تقوليش البنت تتجاوز 9 سنين، لا تتجاوز 5 سنين لو كان تطيقه. يعني دي جرائم حقيقة، وكل ده كل حضرتك قلتيه محدش اعترض عليه، عكسه تماما اللي حصل خلال ال4 سنوات الماضية من انا بقول لحضرتك يعني تقدير المرأة المصرية من السيد الرئيس. طبعا النهاردة في انا ارى ان اليوم المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي زي ما حضرتك قلت. رئيس الجمهورية بيقول أنا وزير المرأة. شفنا المرأة وصلت لمناصب ما كانتش بتحتلها. الأهم من هذا شفنا احترام للمرأة كمواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. تمام. فده أقل رد إحنا ممكن نقدمه للناس اللي بيدعوا إنهم مهتمين بحقوق الإنسان، بنقول لهم إن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. معالي السفير، أخيرا جالنا سؤال يعني من رجل، هو بيسأل حضرتك أستاذ حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسلمين. جانب إذن من مؤتمر حملة مواطن التي تابعناه مع حضراتكم قبل قليل لإعلان دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وكان في الحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وكذلك السفيرة مشيرة خطاب يتحدثان أو يجيبان بالأحرى عن بعض تساؤلات الحضور. الآن نتحول مع حضراتكم مجددا لمؤتمر جماهيري هذه المرة بمحافظة الجيزة لإعلان كذلك دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. أكتوبر المجيدة التي كانت الوسام الذي يتحلى بها صدر كل مصري وعربي
وكانت معجزة على أي مقياس عسكري، واستطعنا أن نهدم نظرية الأمن الإسرائيلي ونكسر الذراع الطولة لإسرائيل وهي قواتها الجوية من خلال حائط الصواريخ. اللي قام بهذه الحرب هم شباب، الآن هم آباء شباب يقومون بتنفيذ الحرب في سيناء، وهي العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب. في 73 كان هناك الحرب لتحرير سيناء، الآن الحرب لتطهير أرض سيناء. الأرض واحدة، الجيش واحد، الشعب بيقف خلف قواته المسلحة، يقف خلف قيادته السياسية. إن شاء الله سيكون هناك حشد كامل في أيام الانتخابات، الجيزة على رأسها، العواقل والعائلات والرجال والسيدات الذين لهم دور كبير في أنهم بيدفعوا إلى أن يكون الجميع أمام المقر الانتخابية. وفي النهاية بقول، وبمناسبة هذا اليوم العظيم، أن الشعب المصري يستحق الكثير، لأن مصر هذا المكان الذي صاغته الجغرافيا وسجله التاريخ وسطرته سواعد أبنائها ودماء شهدائها الذين نحتفل اليوم بيوم الشهيد، هم الذين يعرفون مقدار القادة والزعماء والرؤساء الذين سنقف كلنا في طوابير طويلة أمام المقر الانتخابية الأيام القادمة. ورددوا معي: تحيا مصر، تحيا مصر. هو انتوا لسه ما تعشتوش ولا ايه؟ عاوزين اكبر من كده يا جماعه. ايوه كده، واحد بس. تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا فندم. كنت على الجبهه واقف، ظابط همام عسكري بتقول تمام، بتحمي ابويا وامي في كل مكان، حمتني سيادة اللواء، سيادة الأركان، عسكري كنت أو ضابط في الجيش أو شرطة، تعظيم سلام، تعظيم سلام. وحياة دم شهيد الشرطة والجيش والشعب معاه. لكن ضفي يا مصر زي ما ذكرك وتلاك يا الله، قالك عندنا اليوم الدين، وهتفضلي ما يا مصر مصر حقيقية، والله مع الجندي معاه، وتعيش أبطالك يا بلد، واحنا جيشنا وشرطتنا شعبنا كله وراه، شعبنا كله وراه. هو انتوا خايفين؟ ده احنا عندنا اسود على الجبهة، وعندنا ضباط بتدور في الميادين حميانة، ضباط شرطة والله بتقول في كل مكان أنا. عندنا والله ضباط بالليل يا ناس سهرانة، لاجل ما تحميك وتحميني أنا. تحية لضباط الشرطة، تحية لضباط الجيش، تحية لاسم الجيزة ومديرية أمن الجيزة العميد إبراهيم المليجي مأمور اسم الجيزة، وأيضا الملازم الجميل محمد تاج والعميد ضياء فاروق مباحث مديرية الجيزة، وأيضا الرائد مصطفى كمال مدير مباحث اسم الجيزة. تحية لكل ضباط شرطة مصر. طيب حابش نبذل الاحتياجات الخاصة النائب. احنا طبعا بيشرفنا ايضا حضور النائب خالد حبشي نائب ذو الاحتياجات الخاصة. خالد حنفي اهلا بيكم، نورت الدنيا كلها. هقدم لكم بقى قمة وقامة سياسية. طول عمره على فكرة من سنة 86 وانا تلميذه، وهو اخويا رغم ان انا كنت في احزاب معارضه، لكن هقدم لكم النائب المحترم الخلوق عضو مجلس الشورى السابق، النائب المحترم الدكتور شريف واري. بالراحه طبعا دكتور شريف، فين تحيه الجيزه؟ ما هو كان امير الجيزه، ينفع الجيزه ما تعرفوش؟ الحقيقة طلبت من أخويا العزيز عاشور إن أنا ما أتكلمش، لكن طالما إن هو إداني شرف الكلمة في هذا اللقاء المحترم، أولاً طبعاً
تحياتي للواء محمد الشهاوي الكلمة الجميلة اللي قالها. والحقيقة اسمحوا لي ارجع بيكم ورا شوية يوم 30/6 لما بعض الناس قبلها بيوم قالوا انت هتنزل ولا لا، قلت لهم انا مستعد انزل واموت لان احنا ما كناش عارفين هيحصل ايه، بس مش قادر اكمل، مش قادر اكمل الحياة المظلمة اللي احنا كنا فيها. وبالحقيقة فاحنا لما نزلنا في 30/6 احنا كانت كل عيوننا احنا هيحصل لنا ايه؟ هل هينتقموا مننا؟ هل هيقتلونا؟ هل هينزلوا يضربوا الناس؟ انتوا فاكرين الوقت ده لحد ما لقينا الطيارات بتحلق فوق سماء ميدان التحرير وكل الناس قالت الله اكبر، حسوا ان في دعم، وكلنا كانت عيوننا مستنيه ان تجيلنا كلمه من المنقذ، كلمه من الفريق في هذا الوقت، الفريق عبد الفتاح السيسي، يقول بس ان هو معانا. وكانت الكلمه لما قال ان هذا الشعب لم يجد من يحنو اليه. الحقيقه هذه الفتره انا بعتبر انها ملحمه جميله تضاهي ايام 73، كنت انا شاب صغير طفل صغير كده، لكن فعلا احنا حسينا بانتصار الشعب. لولا مساعده الجيش ومساندته لنا وان الفريق فتح السيسي قرر ان هو يخوض هذه المعركه الطويله رغم التهديدات اللي هددوها له، كان زماننا في حته تانية خالص. تحياتي الكبيره وحبي للرئيس عبد الفتاح السيسي لانه انقذ مصر هذا المنقذ، وكل شهر وكل يوم وكل اسبوع بيعمل انجاز احنا فعلا بنشعر بالدهشه ونشعر بالفخر للي بيحصل. كفايه ان احنا يوم ما حصل وقتلوا اخواننا المسيحيين في ليبيا قبل 12 ساعه كان رايح داكك المنطقه ورايح داكك المناطق اللي فيها داعش، بيحمي الحدود الغربيه والحدود الجنوبيه والحدود الشرقيه بمنتهى القوه بجيش في منتهى البساله على اعلى مستوى من التدريب. كفايه يا جماعه ان احنا دلوقتي كل يوم وكل اسبوع بنمسك حاله فساد كبيره عن طريق اجهزه الرقابه الاداريه اللي مش سايبه حد. في خلال سنتين ثلاثه هتلاقوا كل الدوله كلها تطهرت من الفاسدين بعد ما كان لوبي الفاسدين ده مسيطر. دلوقتي بتكلم بجد، هتشوفوا خلال ثلاث سنوات الفساد هينتهي بسبب العقاب الشديد وحالات فساد كلها مثبته. ده بساله وقوه من اجهزه الرقابه الاداريه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كفايه اللي هو بيعمله مع الشباب، بيلتقي مع الشباب شهر ويسمع لهم ويكتب في ورقه، يعني حتى ما بيخليش حد يكتب، بيكتب في ورقه وملاحظات وبتتنفذ. أنا مش هتكلم عن الإنجازات الكبيرة، مش هتكلم عن الكباري وعن الشوارع ومش هتكلم عن المدن الجديدة، أنتوا لو رحتوا مدينة العالمين الحقيقة تحفة فنية رائعة موجودة على ضفاف على بعد 150 160 كيلو من اسكندرية. لو رحتوا العاصمة الإدارية هتلاقوا تحفة أخرى معمارية جميلة. الكلام ده ما كانش بيتعمل. القوة والجسارة في مواجهة المشاكل الكبيرة، رفع الدعم في حتت مهمة رغم ان هو عارف ان دي ممكن تؤثر، لكن هو عايز يصلح مصر مش عايز يخدر الشعب المصري. انا بجد انا متأكد ان كلكم بتضموا صوتي ان لو ما نزلناش يوم الانتخابات في الثلاث ايام بتوع الانتخابات هنبقى بنقصر تقصير كبير. ما تنسوش يوم 26/7 لما قال لنا انا عايز منكم تفويض بمحاربة الارهاب، نزلنا اكتر من يوم 30/6. احنا عايزين ننزل بقوة كلنا نؤكد دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مش بس مؤتمر مش بس حب، لازم ننزل بشكل فعلي الشكل الايجابي ان احنا ننزل نأيده ونروح صناديق الانتخاب. هو ده الوسيلة الوحيدة اللي تثبت ان احنا بالفعل عايزين هذا الرجل وعايزينه يكمل مسيرته اللي فعلا هتنهض بمصر. كل الدول الأجنبية كل التقارير الاقتصادية بتؤكد ان مصر في طريق صحيح. انا بطلب من كل شاب، بطلب من كل سيدة محترمة، بطلب من كل قيادات الجيزة المحترمين اللي موجودين النهاردة ان هم، انا عارف ان مش انتوا هتروحوا، تأثروا على الاخرين كلهم انهم يروحوا لصناديق الانتخاب. كل تحياتي لحضراتكم، مشكوركم ان انتوا تقولوا الكلمة. السلام عليكم. يعني ايه انتخابات؟ يعني ايه مصر؟ اولا احنا مش نازلين نقول للسيسي بس،
ولا هننزل عشان السيسي بشخصه، الشيء السيسي رمز مصر، هننزل اصلا عشان نكمل كلمة مصر قدام العالم كلها، جايين نقول مصر بس، مصر العظيمة اللي بيبنيها السيسي واحنا معاه، صح ولا يا رجالة؟ مش جايين لشخص، جايين لرئيس مصر وجايين لمصر وكل يقول تحيا مصر. لا مش دي الجيزة خالص، تحيا مصر. تحيا مصر. عارفين ليه كلمة مصر بقى؟ خدوا مني المعلومة دي. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، ذكرها في القرآن. وركزوا معايا أرجوكم لأن إحنا ناسيين الكلمة دي. بلدنا دي مصر اللي نزل وتجلى ربنا على أرضها وقال لسيدنا موسى إنك بالوادي المقدس طوى. بلدنا دي مصر اللي سيدنا يوسف نزل فيها وجعل فيها خزائن الأرض. بلدنا دي مصر. والجيزة خلي بالكم بالتحديد اللي انتوا عارفين طبعا سيدنا يوسف مقره فين. بلدنا مصر اللي نزل فيها سيدنا عيسى هو والسيدة مريم علشان ما يموتوش في بيت لحم، وكانت منفى ومقبل هذا. بلدنا مصر اللي قتل فيها سيدنا موسى فرعون الطاغية. بلدنا مصر اللي فيها الرئيس السيسي. بلدنا مصر اللي فيها الناس المحترمة اللي قدامي دول. هي دي مصر. علشان كده لازم ننزل، مش بننزل لشخص، بننزل لبلد، لوطن. هقول لكم سر، العالم كله بيتحدى علينا، اقسم بالله العظيم. انا مش عايز اطلع ارقام ومستندات، ان مصر ده هي العالم كله بيراهن عليها. واحنا مش هنقول بقى طلعنا 30/6 وطلعنا وطلعنا، لا احنا بنقول هم مين ولا دين ابوهم يطلع ايه. دين ابوهم يطلع ايه؟ دين ابوهم كفر وقتل وسحق، انما دين ابونا سماحه واسلام وحب. دين ابوهم دول يطلع ايه؟ احنا الاسلام بعينه سماحه ودين، وهم والله ناس ما عندهمش لا ذمه ولا دين. هقدم لكم زنت الزين، راجل بعتبره رمز جميل لمصر، بعبيته الحلوه قاعد جنبي، بتجارته، بهمته، بعيلته، باصله، بناسه، بعرقه. راجل بنى نفسه بنفسه، هو عميد لعيلة الكوامل، هو الحاج عبد الكريم العمدة. فين التحية بتاع العمدة؟ فين الكوامل؟ لا مش سامع حاجة يا كوامل خالص. هو رئيس لجنة المصالحات بالجيزة والصعيد، هو تاجر الفاكهة الجميل، عشان كده بقول له طول عمرك تفاح يا عبد الكريم، تعالى يلا علم الناس عليم، كلامك سيف يا معلم، اضرب واتكلم الحاج عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي جميع السادة الحضور، وتحية خاصة مني ومن أهل الكركيدة وكل عائلات الصعيد والكوامل. تحيي جميع الحاضرين من الرجال والسيدات. للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدى جميع الفزات لنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ حياتنا وحياة الفقراء. حياة الفقراء. انك مش لاقين 2 جنيه يجيب بيهم عيش. النهارده بيعبي جيب وحاجه زيت وسكر ورز وعيش. الفقراء هينزلوا من جميل البسطه يقولوا الله يبارك لك يا رئيسنا، الله يحفظك يا رئيسنا. ما كانش يجي 5 جنيه، النهارده بيقبضوا معاش من البسطة تدفع السيدات والرجال الكبيرة يزغرتوا ويجلع دماغها الست، تقول الله يحفظك يا سيدي، الله يبارك لك يا رئيسنا، حفظتنا وعقدنا وأكلتنا وشربتنا. الفقراء منتظرين منك الحق والرضا منك. والفقراء يدعو لك يا رئيس، الفقراء يدعو لك يا رئيس بكل همة، بيخرجوا من البسطة بالزهاريت
والفرح والسرور على المعاش الذي أعطيت لهم، المعاش من 1900 و1000 لم كان في 5 جنيه يلقوها، إنها في ألفات، وفي رز وفي سكر وفي غاز. كل اتفرج على الطابور العيش الست مرمته في التراب، انا اسجيب ب5 جنيه عيش، انها بتروح تمنع حجرها عيش، بتروح لاولادها، في بتلوح جاي غلق ومقطف مليان من الرز والسكر والشاي والزيت، مش محتاجة. انت يا رئيس، انت يا رئيس يا فتاح يا سيدي ليك لمصر، احنا مستعدين يا رئيس جميع اليفط المكتوبة في انحاء الجمهورية، مستعدين نكتبها بدمنا، نكتب اسمه في دمنا، عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي. نصبت الغلابة وطهرتهم بفرحة منك، فرحوا وصلوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عميد عائلة الكوابل الصعيد والجيزة ومصر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شفتوا ازاي الكلمة من القلب طالعة؟ شفتوا ازاي الصوت من القلب خارج؟ شفتوا ازاي مصر هتخرج يوم 26؟ شفتوا انتوا مين؟ هقول لكم عنوانكم ايه. اللي من الجيزة يرفع ايديه. ايه ده ايه ده؟ طب اللي في الجيزة بقى يقول تحيا مصر. والله مجزوية. هيزعل منكم ابو الهول وهتزعل منكم هميس. سقفوا وقولوا يا مصر لاجل ما مصر تهيس. ده ولاد الجيزة مالهمش نفيس، ولاد الجيزة مالهمش نفيس. هقدم لكم جنس ناعم بقى شوية. هقدم لكم، هي مشاكسة شرسة تراها في الوجود سيدة، ولكن من ضمن عظميات مصر. هقدم لكم الدكتورة هبة زهران نائب رئيس الحملة. هي دي تسقيفة الرجالة للست؟ ده تضحكوا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة جسمي كله بينتفض من الفرحة بكم الحب اللي أهالي الجيزة بيعبروا عنه، مش النهاردة بس. يكفيني شرف أن أنا أكون واقفة النهاردة أمام قامات عائلات، كبار عائلات الجيزة والصعيد، محافظة الجيزة اللي بتحكي حضارة 7000 سنة، لأنها بتحضن الأهرامات، والصعيد بتحضن تلت آثار العالم. تحية لأهالي الجيزة العوائل الكرام، والصعيد صعيد مصر الجميل، الحضارة وحضارة 7000 سنة شايفها قدامي النهاردة. قال عليا مشاكسة، دي حقيقة، مع العلم ان انا ست بتاعت سياحة، لكن رحت ارض السلام ارض الفيروز سنة 90، شفت سينا وارض سينا وقد ايه غالية، وابتدينا نعمر فيها. احداث 2011 خلتنا نبكي كلنا. 4 مليون مواطن مصري عمالة مباشرة رزقها من السياحة، واخص اهالي الجيزة. أهالي الجيزة أكتر ناس بتشتغل في السياحة، صح؟ تحية لأهالي الجيزة اللي بيمثلوا مصر سياحيا. بحييكم على شجاعتكم، استحملتوا 7 سنين عجاف، كلنا استحملنا وقلنا لا، بلدنا كلنا هندافع عنها،
حتى لو أكلنا العيش حافة. عدنا ندافع واشتغلنا على السياحة الداخلية، وكنا إحنا المصريين بنشجع السياحة بتاعتنا بتاعت بلدنا. صح؟ بحييكم إن أنتوا استحملتوا واسمحوا لي النهاردة في يوم الشهيد وأنا واقفة في أكبر عائلات ضحت بأبناء ليها شهداء، إن إحنا نقف كلنا دقيقة حداد على أرواح شهداء محافظة الجيزة وأرواح شهداء مصر كلها. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا مصر. وتحيا عائلات مصر. يحيا الشهيد في السماء. لينا شرف المصريين إن إحنا على مدار السنين والحضارات أشرف جنود وخير جنود الأرض هم جند مصر. وبحييكم على الملحمة الجيزاوية النهاردة، وإن شاء الله هنكون كلنا معادنا يوم 26 و27 و28 عشان نوري العالم كله قد إيه المواطن المصري سواء من محافظة الجيزة أو من محافظة القاهرة أو من محافظة سيناء الجميلة العزيزة على قلوب المصريين كلهم، واقفين بالطوابير وبنقول للعالم كله الخارجي، وده الأهم، إن إحنا نوريهم إحنا المصريين صوتنا هو اللي هيجيب الرئيس اللي يكمل المشوار. تحية كبيرة ودعم كبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول له زي ما نزلنا قلنا لك كمل يا ريس وانت فريق، وقلنا لك كمل جميلك واحنا هنختار رئيسنا واخترناك، احنا بنقول كلنا معاك وكمل جميلك معانا يا ريس واحنا كلنا وراك. تحية ليكم كلكم واشكركم على الجمع العظيم. طبعا في رسالة عاجلة كده من شمال سيناء، الأستاذ محمد الزمالوط المستشار محافظ شمال سيناء بيبعت تحية لكل أبناء الجيزة، وأيضا المستشارة الدكتورة منال بالقاسي مستشار محافظ كفر الشيخ بتبقى لكم كافل وكامل التحيات. الآن نتحدث على حد جميل قوي السيسي اختاره من ضمن النواب اللي شرفوا مصر، وهو تاج فوق راس كل مصري. النائب مش هقول ذو الاحتياجات الخاصة لأنه ده أقوى من الاحتياجات الخاصة، النائب خالد حلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضراتكم وبشكر كل السادة الحضور، بشكر كل الضيوف اللي موجودين معانا وكل أبناء الجيزة، اللي الحقيقة محافظة الجيزة أثبتت على مر التاريخ أنها يعني هي أم التاريخ. محافظة الجيزة هي اللي بيوجد فيها الأهرامات الثلاثة، رمز الحضارة المصرية القديمة، بيجري على شطها نهر النيل اللي قال عنها هيرودوت أن مصر هبة النيل. مصر هي بلد الأمن والأمان. مصر كما قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر ستظل دائما هي مقبرة للوزاء. كل من يفكر أن يعتدي على أرض مصر سينال عقاب، كل من يفكر أن يؤذي هذا الشعب سيخرج له هذا الشعب عن بكرة أبيه ليأخذ بثأره منه. مصر هي بلد الحضارة، مصر هي بلد الأمن والأمان. أدعو كل المواطنين من الجيزة، من اسكندرية، من أسوان، من حلايب وشلاتين، من حتى الجزر التي الموجودة في أرض الجيزة في الوراء وفي كل مناطق محافظة الجيزة، كلنا لابد أن احنا نجيب أصواتنا. كنا من 10 سنين بس بنقول إيه ده في انتخابات، يا عم كبر دماغك انا انزل اعمل ايه، ما كده كده هي معروفه. يوم لما جينا الفرصه نحط راسنا في الرمل زي النعام، لا انا بدعو كل الناس انها تنزل وتمارس حقها. صوتك النهارده له قيمه، صوتك له وزن، صوتك في اختيارك رئيس بلدك اللي هيكمل مشوار بلدك مهم جدا،
مهم ان يبقى صوتك تعبر عنه في اللجنة، مهم انك تروح اللجنة، مهم انك تمارس حقك وتعبر عن نفسك وتختار رئيس بلدك عشان نثبت للعالم ان احنا فعلا بلد الامن والامان، بلد الحضارة، وما تخافش من حاجة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. خليك معي ثانية، ثواني، خليك معي، خليك معي. طبعا هو نجم من نجوم السياسة، هو مفكر وتعلب من تعالب الإعلام، هو صقر طائر، هو أمين تنظيم الحملة بمحافظة الجيزة والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب لدعم مصر، هو أحمد أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بشكر أهلي كلهم، ومهما قلت من كلمات شكر انكسارية على ال 22 مركز وحي لن أوافيكم حقكم. عائلات، إن كان الفيسبوك هو الشبكة العنكبوتية للتواصل الاجتماعي، فالجيزة هي الشبكة العنكبوتية لتواصل مصر كلها بعائلاتها، بجذورها الصعيدية، بجذورها القبائلية، عرب وأشراف وهوارة. الجيزاوية بلد الرجالة، الجيزاوية بلد الحضارة وبلد الرجولة والجدعنة على مستوى مصر والعالم كله. كلامي قد يختلف، احنا نازلين عشان ندعم مصر قبل ما ندعم ثم المرحلة الثانية التي بدأت في هذا التوقيت أدت إلى إن احنا نحول كل ما تم إنجازه إلى مناطق مستقرة يسكنها أهلها ويعيشوا فيها بأمان، إلى أن نتقابل أو نلتقي مع المهام الجديدة التي ستتم في المرحلة الثانية. العملية الشاملة عملية تؤكد أن مصر تملك جيش وشرطة قوية، بدليل لا يوجد جيش في العالم يملك منظومة سيطرة على قواته بهذا الشكل وعلى كل هذه الحدود إلا جيوش معدودة جدا تعد على أصابع اليد الواحدة وليس على أصابع اليدين. هذه القيادة والسيطرة تتمتع بكم كبير من تكنولوجيا الاتصالات والعمل ليل ونهار وإصدار الأوامر وتلقي البلاغات وتوجيه القوات ونشر شبكة من جمع المعلومات في كل مكان علشان تقدر هذه القوات تؤدي دورها. تابعنا مع حضراتكم إذن هذا الجانب من المؤتمر الذي يعقد في سفاجة بالبحر الأحمر دعما لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، ضمن جملة المؤتمرات التي تابعناها في القاهرة وفي الجيزة وفي محافظة الشرقية، كذلك دعما لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.